فيما يخص هذا الموضوع هو موضوع يعني تكرر مرات متتاليه. هذه الحاله هذه ديال العائله اللي تناولت الفراوله، يعني الموضوع ديالها باقي ما كاين حتى شي تصريح من الجهات الرسميه يعني رسمي باش نعرفوا الاسباب، لكن الاتجاه ديال الناس اللي كاين في المستشفى اللي واقفين على الحالات يعني تيقولوا ان كاين تسمم يعني مواد مستعمله اثناء يعني تريتمون ديال هذه المواد الفراوله سببت يعني تسمم لهاد الناس هادو. هنا احنا كحمايه المستهلك نبهنا لهاد الامور مرات عديده، من جهه ديال المواد المستعمله اللي هي غير مراقبه، اي المواد المستعمله اثناء الانتاج هذا اشكال كبير، لان كيخص تكون رقابه مهمه، وثانيا يعني طريقه استعمال هذه المواد، وهذا هو الاشكال. انا كتقني فلاحي وكمتتبع الحال الظروف ديال المستهلك تنقول ان الفلاح اليوم تيدير داكشي اللي بغا، فيهم واحد الصنف اللي على بينه تيربي يعني يبين السلعه ديالو بالجوده ديالها وباللون ديالها في السوق، وتيضطر انه يدير لي تريتمون ويجيبها مباشره للسوق، وفيها بعض الفلاحه اللي على جهل ما عارفينش هذا الشيء وما عارفين الخطوره، ان مثلا كاين الدواء اللي خص تستعملوه 15 يوم عاد تجني، كاين اللي شهر عاد تجني، هذه المعايير ما كايناش في الميدان عند الفلاحه. وهنا تحيلنا على الدور ديال يعني المديريه ديال 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 المديريه ديال لونسا والدور ديالها في هذا المجال هذا، لان هي مكون لها تبع يعني المنتوجات الغذائيه من البدايه ديالها طيله المده ديال السيركل ديالها السيركوي ديالها حتى يوصل للاستهلاك، لا من ناحيه الانتاج ولا من ناحيه التسويق ولا التخزين، فهذو مراحل كلها اللي هي مهمه. اين دور لونسا؟ فهنا تساؤل، وربما سالنا حتى المدير العام ديال لونسا، لكن باقي عندنا واحد الاشكال اللي هو خصنا نشيروا ليه، هو ان لونسا اليوم تتراقب يعني المناطق المرخصه، مناطق التخزين المرخصه، مناطق البيع المرخصه، مناطق ديال الانتاج المرخصه، باقي المناطق اخرى تنبهوا المستهلك أن يكون على بال في المواد بالخصوص المعروضة على العربات المجرورة يعني البيع اللي كاين في يعني في الشوارع وغيرها. هنا خص المستهلك يكون على بال من هذه المنتوجات، لأنها خص نقولوها أنها غير مراقبة، وهذا هو الخطير في الأمر. يعني هذا مشكل تنلاحظوا من هذا الجانب. هذا الجانب الثاني هو التعاطي مع الحالات. حنا تنعرفوا أن التسمم خصمو له يتنقد في ديك 6 السوايع أو أقل الأولى، هذا اشكال اللي ربما المستشفى ما عطانا حتى شي توضيح في هذا المجال هذا. واش دار لهاد الناس لافاج ديال اسمو ديال واستعمل مواد مهمه لازاله هذاك السموم؟ واش دار مواد لعلاجة لي زورغان ديال الانسان؟ يقدر يفقد البصر ديالو، يقدر يفقد مثلا واحد يتصاب بامراض مزمنه على مستوى الاستوما ديالو. هنا اشكال عاوتاني على مستوى المستشفى مختار السوسي، مازال تنتظروا المدير المستشفى يخرج بتصريح حقيقي باش نعرفوا الحالات اللي قدر الله جات مع مراحل اخرين خصهم يتعرضوش على المستشفى الا ما كان عنده المستوى ديال تتبع وعلاج هذه الحالات هذو من هذا النوع، وما عنده الامكانيات الحقيقيه باش يوقف على هذه الحالات ويقدها، لان حاله التسمم الانسان تيلعب بلي سكوند ماشي بالايام. حنا دابا ايام ومازال ما لقيناش، ربما واحد خمسه تيقولوا خمسه تيكون واحد الحاله اللي حاله في حاله حرجه، ولكن الرسمي خصو يخرج من الناس المسؤولين اللي مشرفين على المستشفى لتنوير الراي العام. فاحنا دائما كجمعيه تنتعاملوا مع المؤسسه في اطار مؤسساتي، ما تنبوش نخرجوا حنا نبداو نتخاطفوا الاخبار، هذا الشيء خصو نتجاوزوا. مؤسسه تعرض حاله خص يخبروا الناس عن طريق الاعلام، يخرج بيان لطمانه اول المهتمين. فتنشكروا الناس الاعلام اللي تيعاودوا يديروا بهذا المواضيع، لان لولا اثاره هذا الموضوع في الاعلام وبعض الجمعيات المهتمه فغدوز حاله وما يسقط واحد الخبر وغيتكرروا مع حالات اخرين وما غنعرفوش، وهذا اشكال كبير. في غياب يعني تصريح وخروج ديال المؤسسات الرسميه بمثل هذه المواضيع هذو بهذه الامور هذه. الثقافه ديال المجتمع المغربي ثقافة معروفة، وثقافة يعني ينفرد بها على المستوى العالمي في إطار التغذية ديالو والتعاطي ديالو مع الشهر الكريم. هذه ظواهر عشنا فيها وكبرنا فيها واستمرارية لواحد العدد ديال الأجيال داخل المجتمع المغربي. احنا اللي تنصوا به خصوصا أننا تنستعملوا واحد العدد ديال المواد بحال الفراولة، بحال النعناع، بحال القزبور، بحال يعني اسمو اللي تدار في الحريرة، مواد الحريرة، مواد اللي تنتج وتدفي للاستهلاك مباشرة.
تنصي المستهلك ان هذه المواد يكون على حذر منها. مازال بعض المواد تتعرض للطبخ وربما تتعرض لشويه بحال الفراوله تستعمل بطريقه مباشره، تيجي بها الانسان تيلوح في الماكينه تيطحنها تيشربها. هذه ياخذ من الانسان الحذر لان خطيره على الصحه ديالو. غسل حتى الا قلنا غسلناها، حتى الا غسلناها في الحقيقه راه ما غنزيلوش هذاك السموم 100%، ربما تنزيلو التاثير ديالو المباشر والاني، ولكن التاثير على المدى المتوسط البعيد لصحه الانسان تيبقى وارد. لهذا الانسان ياخذ الحذر ديالو، ربما قلنا الا عطلناها واحد المده حتى يزول داك التاثير ديال دوك السموم ممكن نخلاها واحد المده ونعرضها لواحد بعض المواد ديال النظافه اللي كذا ونظافه قويه باش يمكن، ولكن الانسان يتجنب الاستعمال ديالها الاني. تلقاو الام غادي بولدها تهز الفراوله تهز ولدها تاكلها مباشره بلا غزيل بلا احتياط بلا والو. هنا مبيدات ولا شنو تستعملوا بالضبط؟ هادو مبيدات وسموم تيستعملوا ديزانسيكت ضد الحشرات بخصوص الفراوله لان معرضه هي للتاثير ديال ديزانسيكت. كاين مواد ديزيربيسيد لواحد العدد ديال المواد اخرين سامه. المهم هذا الموضوع هذا راه خص لونسا تدخل في الدور فيه. هذا هو الميساج اللي غنوصلو حنا. لونسا سلامه مدير السلامه الغذائيه الدور ديالها هو تضمن الصحه ديال المواد المستهلكه للمستهلك طيله المسلسل ديال الانتاج حتى الاستهلاك. هذا الدور خصنا نرجعوا ليه. كان واحد الوقت في التسعينات ملي كان لوفيس مازال ما كاينش لونسا، كان الارشاد الفلاحي، كانت الدوله تدير ارشاد في جميع المراكز، تيكون واحد الموظف مختص تيخرج عند الفلاحات يعطيهم نوع الدواء، تيعطيهم الكميه المده ديال يعني الجاني للسوق بعد تريتمون شحال هي. اليوم ما كاينش داكشي نهائيا. اليوم فلاح خدام هو الضمير ديالو، هو ديك المعرفه الضئيله اللي عنده، وتيبقى المواطن والمستهلك عرضه للخطر وعرضه يعني لواحد النوع ديال 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 ما غنقولوش اهمال من طرف الجهات المسؤوله، ولكن راه لا يعقل ان نخلي واحد الانسان تيجي بلا ما نوعيه بلا حتى شي حاجه بلا ما نحطو في السياق ديالو ويجيب منتوج للسوق يبيعو بكل حريه وبكل كذا. هذا الشيء ماشي مسؤوليه، خصنا نقولو كلمتنا في هذه المساله هذه وخصنا نوقفوا عليها. وحنا كجمعيه حميد المزيك كجمعيات تتشتغل في هذا المجال هذا ربما غنركزوا في هذا الموضوع لان تيهم الاستهلاك وتيهم الصحه المواطن بطريقه مباشره.